خارج حدود الوطن مهمة شبه مستحيلة تصدى لها رجال يحملون أرواحهم على أكفهم. استدعوا الفرقة 711 قوات خاصة. رجال يفدون أوطانهم ولو كانوا في أقصى بقاع الأرض. مساء الخير، مش دي الهند برضو؟ سلام عليكم يا جماعة الخير. ايجيبشن امباسي. ايوه دي ايه؟ بوتيلا ايه الاوفر ده؟ دول بيسرقوني بيكروتونا. يعني احنا مش قاعدين ولانكم، احنا قاعدين علانية. ما تقف في حته فيها شبكه كده، انا مش فاهم منك حاجه. احنا هنروح نحرر السفير وعيلته من جوه قصر كافور. مالك يا دروازه بلا كادونغا تاكهم باتكرسكي؟ مليون دولار فور ايه بالظبط؟ عشان دماغي لفت يعني. انا كلب فلوس. انت مين يا وحش؟ انا دينا يا فندم، الحركه مستنيه. بقالكوا هتلاقينا عرجة. انت كوافير يالا بشعرك ده؟ يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. ايه النجفة الجميلة اللي انت لابسها دي؟ انا قلت اكبر دماغي. انا قلت العشرة دي هتتاخد منك خشب يا معلم. انت متأكد ان احنا في الهند؟ علاء الدين موجود؟ دين انا شكلي كده حبيتك. اللي لادي الهند هتبقى ولعة وكلها درماقة. احنا من امتى بننفذ خطط على الهوا؟ انت ناوي تعمل ايه؟ حقيني يا دين. سامحني يا رب على اي حاجه عملتها والنبي. يا حاج محمد يا غرودي يا غرودي بقى العبيط ده شرير الهند. انت فرقه 711 قوات خاصه. احنا فرقه 118 آلات نفخ. احنا اتنفخنا كلنا. جحيم في الهند في العيد الصغير